هذا جانب من الأضرار التي خلفتها الهزة الأرضية التي ضربت ولاية ميلا صبيحة اليوم على مستوى حي الخربة ببلدية ميلا. هذا جانب من الأضرار التي خلفتها الهزة الأرضية التي ضربت ولاية ميلا صبيحة اليوم على مستوى حي الخربة ببلدية ميلا. هذا جانب من الأضرار التي خلفتها الهزة الأرضية التي ضربت ولاية ميلا صبيحة اليوم على مستوى حي الخربة ببلدية ميلا. من نمشي قدام على شرمي شكرا.